السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذا الخبر. رحيل زين الدين زيدان وكلمات في وداعه أثناء الرحيل. وكان فريق ريال مدريد قد أعلن نادي ريال مدريد أن زين الدين زيدان قرر إنهاء مرحلته الحالية كمدرب لنادينا. حان الوقت الآن لاحترام قراره وإبداء تقديرنا لمهنيته وتفانيه وشغفه في كل هذه السنوات وما يمثله شخصيا لريال مدريد. زيدان هو أحد أعظم أساطير ريال مدريد، وأسطورته تتجاوز ما كان عليه كمدرب ولاعب في نادينا. إنه يعرف أنه في قلب ريال مدريد، وأن ريال مدريد هو وسيظل دائما منزله. واختار لاعب ريال مدريد الأسباني كلمات مؤثرة لتوديع مدربهم الفرنسي زين الدين زيدان الذي قرر الرحيل عن النادي الملكي. وتم الأربعاء إعلان قرار زيدان القادم بالرحيل عن ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الأسباني لكرة القدم. ومباشرة بعد هذا الإعلان تقاطرت تدوينات نجوم ريال مدريد على حساباتهم الاجتماعية مرفقين إياها بصور تجمعهم مع زيزو. وهذه نبات تأتيكم من عربية سكاي، نقلا عن عربية سكاي. وقال قائد الفريق سيديو راموس: لا مثيل له، أتمنى لك الأفضل، أنت تستحق، استمتع بالحياة مع عائلتك، ميرسي زيدان. أما الحارس تيبو كورتو فقال على حسابي في إنستغرام: لقد كان شرفا لي أن يدربني مدرب أسطورة مثلك. وأضاف: أشكرك على ما علمتني إياه، على الثقة التي لطالما حظيت بها من طرفك، وعلى ما فزنا به معا. أتمنى أن نلتقي مرة أخرى، أتمنى لك كل التوفيق. من جهتي كتب داني كارفخال: أيها المدرب، لا أملك سوى كلمات شكر على الوقت الذي كنت فيه مدربا لي. شكرا جزيلا على التزامك وتفانيك ولجعلي لاعبا أفضل كل يوم. وتابع: شكرا لكل الطاقم الذي كان بجانبك طوال هذه السنوات، أتمنى لكم كل التوفيق. أنا متأكد من أننا سنلتقي مرة أخرى في المستقبل. أما رسالة رافائيل فاران كانت هي الأخرى مؤثرة، حيث قال: منذ وصولي إلى ريال مدريد قبل 10 سنوات وجدتك أكثر من مجرد مدرب، لقد كنت مرشدا. وأضاف: لقد ساعدني على التطور كلاعب وكرجل، لقد تمكنت من قيادة هذا الجيل الذهبي نحو القمة. وأردف قائلا: لا يمكنني أن أشكرك بما فيه الكفاية على كل النصائح التي قدمتها لي داخل وخارج الملعب. شكرا مرة أخرى، حظا سعيدا، وآمل أن أراك قريبا.